هادشي هادي ديال القصاب فلات راه هادشي هادشي صح لي في شي هادشي يا ملي قال عاد دابا الطير حرك غير عايده ولا عايده ديك هي الشاشه فرفه شويه واخا تفضل هذا ضو بنا الشمال تاعك ولا شفت هذاك ما تيقولش الله يا دابا الله يا بنينا شوف شوف الله يا بنينا كيف كان على المنظره اخر هذا المطاش اللي كنقولوا اوشتم تواجدوا حاليا في منطقة اوشتم عندنا شي من اوشتم باقي ما وصلنا لها قدبها هذه العقبة ديالها المنطقة التي تراك بمياه العذبة بعدما كنا في واد لاو الله حصارت هذه كنا في واد لاو يبانينا الكاميو 291 291 يوم الخميس 3 أكتوبر 2013 على الساعة على الساعة 12 سوالا ابتداء من الساعة 12 سوالا سارة تنفيذ هذه المهمة أربع ساعات تمحنا تمرمدنا عزينا التقال نصنا كي حرام وفرعنا نصوصنا وعطينا لغدوري هذا الريطان عمرو ما نطو الريطان لا الرياطة هذا الهندي هذا قدم الهندي هذا الهندي هذاك ذا العين ولكن ما ماشي حتى تما تقالي شنو اللي قال لي مورد مرة اخرى والدبانة وقعد تشبر في التليفون هاي بطلع الكاميرا غير الله يحفظ وصف سيارة أجرة تطوان نتواجد الآن في منطقة سياحية التي تسمى أوشتم التي تعرف بشاطئ جميل شاطئ ذهبي رائع بأسماكها الشديدة الملوحة
كاميونات يومي، كاميونات يومي كتطول عرفتنا روداج، عرفتنا باقي الروداج كتطول حيت حنا ما كنمشيوش بالسرعه لان السرعه تقتل. هذا المنظر اللي واعر اوش تام يا اوش تام اوش تام يا الغزالة تغذية العم شدود يا ليلى وانت بلادي والله يهدي يا ليلى نمشي اوش تام ونجي نبدل يا ليلى وانت بلادي والله يهدي يا العيلة ومساخي بيك راني بغيك يا العيلة ومساخي بيك راني بغيك سبيطار نجي نعوم هنا ماشي الرملة عاملين له فحصير عامل فحصير هذا بحال الحاشية ديالو بحال السيرة بس معاك شكال بحال اللي معاه الدم كراه شي طبيعي بس تمرنوت لقد وصلنا الى منطقة تمرنوت يا هادي تمرنوت تواجد الان في منطقة تمرنوت المعروفة وهي من دورها تعتها دورها تعريف ساطئ جديد تعريف ساطئ جديد ساطئ جديد سكان مخروطين استهزاء فطورة في قلة البنيان ومسجدها الصغير مسجد يتوفر على ثلاثة طوابق هي حزب توحد ديار سيكويتا ايه
Gina bien fuerte la dia. Russia Fradia la semiani. Ah, la la qed harra ta qed wala alawla tariq. Kif jat chhal hadi? Wal an ti wajhina shahina min annu albulbo. Ha? Hamala hadi waqan ziyan hadi راه الكوعه باش تسافرت بزاف مشات الحسيمه هادي خفيفه خفيفه بحال هذاك اللي كيسوق خفيفه بحال